بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراغبون للاستماع فضائل الإمام الهمام والأسد الضرغام السيد الكريم والوصي العظيم وما خصه الله به من الشرف والتعظيم على لسان خاتم النبيين من يوم الغدير ومن الأيام، على أن يوم الغدير هو اليوم الذي اشتهر وظهر وفيه النبي وهو
أميري ووارثي وقاضي ديني وإمام أمتي وصاحب حولي وإمام المتقين وعامل دوائي. قالوا ومن يبدو؟ قال الحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين إلى يوم القيامة. ثم قال أيها الناس إن الصدقة علينا حرام فلا تحلني ولا معاشر الناس إن عليا باب الهدى بعدي والداعي إلى ربي وهو صالح المؤمنين وحجة الله تعالى على العالمين لأبي عبد العزيز الخطي رحمة الله علي من بمعجزة البرية تشهد ولقدره كل الخلائق تسجد وبمدحه نطق الكتاب وشرف بأبيات مقتام الصفا والمسجد. يا خير مولى قد تطاول مجده حتى قضى قصرا على الأعلى يفرد. لا زلت مصباح الهدى في الورى وعن الضلالة بنور وجهك يهتد. يا حجة الله في الملأ بعد النبي وخير مولى يرشد. صلى عليك يا من رد في الحنك اللسان بطيب ذكرك ينشد. ثم قال النبي أيها الناس إن عليا صديق هذه الأمة وفاروقها الذي يفرق بين الحق والباطل وهو محددها وهارونها ويا شوعها وأصفاها وشمعونها وباب حفظتها وسكينة نجاتها وذو خرينها. ففرق أيها السامع بين الطالوت والفاروق ومحددها وجبابها للذين أمر الله بالكفر بما في الكتاب العزيز المجيد. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم قال معاشر الناس إن عليا قسيم الجنة والنار لا يدخل الجنة إلا من والى ولا يدخل النار إلا من عادى أيها الناس إن هذا يوم قدير يوم عيد وسرور وهو أفضل الأعياد أعياد وسبع السماوات المعالي وأرضها كروسا وأجماع وراك المعاطر ويعزوبها طول الزمان بحصرها معادلها ما قد مضى في الأعاصر ولما بلغ معشار عشرين ما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ألا وإن ناصر دين الله ومختاره على أن الوارث كل علم والمعير به، ألا أن المسلم عن ربه، ألا أنهم مفوضوا إليه أمره، ألا أنهم قد بشر به من سلف من القرون، ألا أنه الحجة ولا حجة عليه ولا غالب له ولا منصور عليه، ألا أنه ولي الله في أرضه ولا حجة عليه ولا غالب له ولا منصور عليه، ألا أنه ولي الله في أرضه وخليفته على عباده وأمينه على سره وعلى نيته مع عشر الناس البينت لكم وفهمتكم وعلى علي يفهمكم بعدي، ألا وأنه عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافحة علي ببيعته والإقرار به ثم مصافحته من بعده، ألا وإني قد بايعت الله وعليا بايعني وأنا أخذ له البيعة عليكم من الله عز وجل عن الله عز وجل، ثم صاح بأعلى صوته وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار، ألا فليبلغ ذلك منكم الغائب والولد والوالد الولد.